يقول حفظكم الله تعالى: ما معنى قوله واتقوا الله ويعلمكم الله؟ وهل يصح هذا دليل على بعض الجماعات كجماعة التبليغ الذين يخرجون في الدعوة إلى الله بدون علم بحجة هذه الآية؟ هذه الآية عليهم، لأنها تقول اتقوا الله، ومن تقوى الله أن يتعلم العلم ولا يتكلم بدون علم ولا يقول على الله بغير علم ولا يدعو إلى البدع والمحدثات. هذا ما اتقى الله سبحانه وتعالى. نعم.